مساء الخير. اليوم راح اسوي بصل محشي. شفت وحدة اعتقد روسية دا اشوفها تحشيهم وهواية عجبتني طريقتها، فراح اسويها مثل طريقتها بس شوية تختلف. شوف شلون يجي براسي راح اسوي وان شاء الله تطلع طيبة. هنا انا عندي باون ونص مال اللحم، انا قصصته هواية ناعم، تقدرون تستعملون المثروم اوريدي. وهنا أنا قصصت 3 بصل كبار، عن بالنص قصيته وحطيته على النار يستوي، يعني يجي من ما صار لين مثل الدومة. من اللي نسويه ملعقة كبيرة ماء دهن، راح أضيف اللحم أخليه يستوي وينشف. بين ما اللحم يستوي راح أقصقص البصل، أسوي طواله خفيف. اللحم حطيته على النار حوالي 20-25 دقيقة، بعدين ضفت البصل. هنا أنا عندي 4 جزر صغار، هم راح أقصهم نفس الشيء. أوكي، راح نخفق، راح نخليه هم الجزر يعني يذبل. هضيف 3 فصوص مال الثوم، راح نخفق 2 ملعقة كبار مال دبس الرمان، 1.5 ملعقة صغيرة مال ملح لو حسب انتو شو تستعملون، 1.5 ملعقة صغيرة فلفل أسود. بهارات يتقلى وياهم وشوية يذبلون أكثر. نعصر نص ليمونة. هالقد راح أقصقص النعناع، أطفي النار وأضيف النعناع. أوكي، ونخبط هسه كل شي سوية. أنا راح أذوقه قبل ما أبدي أحشي، لأن أريد أتأكد المكونات زينة وطيبة. حامضة وحلوة، تجنن طبعا. الجزر يذبلكها هنا هواية هواية طيبة. أزبعوا الجمال مع الحشوة. وهنا أنا عندي البصل حوالي هالقد، وراح ألف وراح أحط هي كلهم. لفيتهم، عندي بقى شوية راح أضيفه عليه بالحافات هيجي. راح أسوي الصوص ماله. راح أبدي 2 كوب مي، 2 معالق كبار معجون طماطة، 2 ملعقة كبار دبس رمان، 1 ملعقة صغيرة مال ملح، 1.5 ملعقة صغيرة فلفل أسود. وهسه راح نخلط. راح نغلفه وندخله بالأوفن درجة حرارة 350 degrees لمدة نص ساعة. اوكي، ورا بنص ساعة راح اشيل السليفون منه وراح اخليه يتجسد من الفوق بس حوالي 20 دقيقة. تلوخ المنظر برة لوخ. راح اخلي البصل على النار لمدة اطول، لان ما خليته يعني يصير اذبل. بس باعوا هواية طيب طلع. ماي جاد، الحشوة تجنن. واو.